النجم نزيدوها فقط نحب نحيي شباب تونس اللي اليوم موجود، ونحب نحيي نساء تونس اللي دائما كانوا في الطليعة من طليعة المقاومة الوطنية لطليعة بناء الدولة الحديثة في طليعة الثورة التونسية، واليوم باش تكون في طليعة حركة التمرد الشعبي ضد الإقصاء. حركة التمرد الشعبي ضد العزل السياسي للخصوم، باش تكون في مقدمة التمرد الشعبي للدفاع على حقها في ان تنتخب اللي تختاروا، لانهم يحبوا يقسيوا عديد من النساء والرجال، وعلم تونس يرفرف شباب ونساء ورجال تونس مش يحافظ عليه يرفرف بقيادة الباجي قايد السبسي والاتحاد من أجل تونس. ونحب نوجه تحية كذلك للعديد من الأخيان في الجبهة الشعبية اللي هما كانوا موجودين اليوم معنا في الوقفة الاحتجاجية، ونحب نقول اللي تونس اليوم نساها ورجالها حطت ليد في الليد من أجل أن تبنيها، من أجل أن تبني الديمقراطية. وكما قال سي خميس راهو اليوم التحرك الشعبي بدا باش نحيو الغمة الجاثمة على قلوبكم والجاثمة على صدور تونس. تونس علمها أحمر وأبيض وفيه النجمة والهلال، ألوانه قانية، ألوانه متاع السلم. وشفتوا الناس هذم كيما الناس اللي عندهم في مصر يهدد في الشعب المصري، يهدد فيه بالسيارات المفخة. وهذه فرصة كيما قال خويا محسن في تحياتنا للأمن اللي كان مفجوع وخايف اللي يمكنش احنا نقوموا بحركات. حب نقولوا له اللي راهم همش ابناء الاتحاد من أجل تونس اللي هتموا مؤسسة الدولة على خاطرهم لابنائهم، ما مش هما اللي يقوموا بالاعتداء على ممتلكات الشعب، لأنهم هما الشعب، لأنهم دفعوهم من دمهم، دفعوهم من تاريخهم، ومازالوا مش يدفعوهم من مستقبلهم. عاشت تونس. نحب نقول لكم اللي الاتحاد من أجل تونس يساند الشباب اللي يدعي غدوة. نحب نقول لكم انه اليوم اذا فما حريات واذا اليوم مازلنا قادرين نتكلموا، لانه واللي يستحقوا تحية كبرى في طليعة المقاومة ضد الارهاب وضد الدكتاتورية وضد محاولات الجام الأصوات، واللي هم الإعلاميين واللي هم الصحفيين واللي هم يعانيوا في الأهوال ويعانيوا في القسيو في تعب كبير. نحب نحيي تحية كبرى، ونحبكم تحييوا تحية كبرى كل الصحفيين والصحفيات اللي يعملوا في كل مجهوداتهم من أجل أنه يوصلوا الكلمة الحرة، ومن أنه يوصلوا صوت التونسي. وقبل ما نختم ما نجموش ما نوقفوش تحية جلال وإكبار للجيش الوطني الباسل على الحدود في المرتفعات في الجبال وفي الهضاب، واللي قاوم في الإرهاب المسلح، الإرهاب اللي حب يخسر تونس واللي حب يخسر التونسيين في تونس. تحية كبرى لجيشنا. وكذلك احنا نحب نقول اللي احنا في الاتحاد من اجل تونس وفي حركة نداء تونس نحب نوجه تحية كبرى للجنرال رشيد عمار اللي قام
اللي قام بكل مسؤولياته الى حدود نهاية خدمته وقال لنا كلمة كبيرة احنا كلنا واعيين بها وقلناها في عديد من الاوقات. الناس هذه ما تحبش تعمل انتخابات، الناس هذه قاعدة تحب تاخذ الحكم وكأن الانتخابات سامحوني في الكلمة طرح نوفي ربحوا مرة وانتهى. احنا نقول لهم لا، نحبوا ندعيكم غدوة لمساندة الشعب المصري الشقيق اللي قاوم في الصفوف الأمامية ضد الغطرسة متاع الرئيس مرسي، واحنا باش نكونوا مع الشباب اللي دعاه الى مساندة حركة تمرد غدوة امام السفارة المصرية. وشكرا، عاشت تونس، تحيا تونس، فداء كلنا فداء تونس، وشكرا.